السلام عليكم ورحمة الله. شفر أفلانش التيزد ذهبي من داخل بيج، عليها زوايد رائعة السيارة تبارك المولى، فل نياكل، رنجات البلاتينيوم، زوايد الزد 71، سيارة تشغيل عن بعد التيزد، هذا رنجات البلاتينيوم، هذه الدبة عليها زوايد من وراء الكدلك، باغات الكدلك، سنسر، وهاي الدبة معاون، وهاي اسطابات وليتات الوكالة موجودين بالصندوق هذا. السيارة بسم الله ما شاء الله من انظف ما يكون، اللهم بارك. هاي داخليتها بيج، هاي الداخلية بيج نظيف جدا تبارك المولى، وهاي الكراسي الامامي، هاي الكراسي تبارك الله، وهاي النافيجيشن. السيارة من احلى ما يكون، فيها صبغ انا صابط فيها تلميعي تجميلي اسف، غطى الماكينة كان فيه زلوغ، بس سيارة حلوة حرام يضل فيها زلوغ. تشغيل عن بعد طبعا، دبل جير، ممشاها 94,000، هاي النافيجيشن وهاي الفتحة. والسيارة شرط الفحص من أحلى وأروع ما يكون، الله يبارك لنا الله بجعلها المصير.